نضع شر. أنا خايف من قوى الحرية والتغيير أنه إذا جب برنامج أرض 3 سنوات تعمل حكومة انتقامية وتزبط أمورها وتعمل لي دولة عميقة عشان هي تجي بعد دقب الانتخابات. خوف موجود ومبرر وفي السودان تم قبول كده. طيب وبرضو خايف من المجلس العسكري الانتقالي. هناك مطامع أنه العساكر يمهدوا خلال 3 سنوات ويبنوا دولة عميقة ويعملوا مؤسساتها وبعد ذاك يخشوا الانتخابات. خلاص اقطع الباب. أنت زول وطني، أنت زول داير هم السودان، داير تبني لي السودان، استلم البلد 3 سنوات لكن ما تترشح ثاني في الانتخابات القادمة. أنت داير تحكم الامتين أصلك، ما تترشح ثاني. إن شاء الله لو بقيت البلد دي أحسن بلد في العالم في 9 شهور دي، ما تترشح في الانتخابات. في 3 سنوات حكمت أمسك المجلس السيادي، أمسك الدار تمسكه، لكن حدك 3 سنوات كتر خيرك بنت لنا السودان وأسست للديمقراطية، نذكرك ونحمدك، التاريخ كله يشكرك. اتفضل انزل خلي الانتخابات لغيرك. أنت لو أنت عشان أنا أرتاح لك والثقة تبنى. إذا أنت رفضت معناه أنت ما ممكن تجي تحكم فترة انتقالية عشان أطمعك لفترة انتخابية. ولو وافقت على هذا الشرط أنا سأطمئن أنه أنت شخص منصف وشخص عادل بمثل هذه الشروط، مش بمثل التعنت ولا ما نتفاوض مع ده ولا ما دايرين ده. سيبنى جدار الثقة.